إطلاق نيران كثيف من الجانبين وسقوط مزيد من المصابين، مشاهد لحرب شوارع بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الجيش والشرطة. بيضربوا على الناس رصاص حي، وبيضربوا بجرنوفو وبقوالي تقيلة وبحاجات تقيلة، والجيش هو اللي واقف، سامعين ولتطمئن به قلوبكم. في الساعة الأولى من صباح اليوم بدأ فضل الاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر وفي ميدان النهضة بالجيزة، وكانت الشرطة قد دعت المعتصمين لإخلاء الميدانين، لكن أغلب المتظاهرين لم يستجب لهذه النداءات، فقامت قوات الأمن بفض الاعتصامين بالقوة. شهود عيان قالوا إن الشرطة بادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فرد عليهم أنصار مرسي برمي الحجارة والزجاجات، وفجأة بدأ إطلاق نار، وسقط العديد من القتلى والجرحى، ما لقي إدانات دولية عديدة، فقد طلب الاتحاد الأوروبي الحكومة الانتقالية بضبط النفس. نحن نطالب كل القوى السياسية بالعودة فورا للمفاوضات وبوقف تصعيد العنف، يجب إيقاف أي سفك للدماء في مصر. يتبادل الطرفان التهم بتحمل مسؤولية اندلاع العنف، فبينما تزعم وزارة الداخلية بأن المتظاهرين هم من بدأوا بإطلاق النار، يتحدث الإخوان المسلمون عن ارتكاب مجزرة بحق المعتصمين.